قال لك كان في لعبتين تاني هنتكلم عليهم، واحده رمضان صبحي وواحده رمضان صبحي. يعني رمضان صبحي تدخل بدون كره مع هنتكلم عن الشوط الاول. اللعبتين دول لان هو المعيار اللي ادى بيه محمود البنا المباراه، سواء في احتساب الاخطاء الفنيه او في تقديم العقوبات الانضباطيه، اعتقد كان معيار واحد، وبالتالي كان هناك قناعه من الاجهزه الفنيه واللاعبين داخل الملعب بقرارات محمود البنا. لا 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 نغفل كمان ان هناك التعاون بين الاثنين المساعدين مع محمود البنا، رغم انه لم يكن هناك حالات تسلل الا انهم سمحوا باستمرار اللعب طبقا للبروتوكول فقط من حاله مؤثره. محمود رمضان صبحي مع ياسر النهارده في الدقيقه 21 ضربه اصفر في الدقيقه 21 في لا في مخالفه من رمضان صبحي مع ياسر ابراهيم، وفي طبعا اذا اعتبرنا ان اللعبه دي ضرب بدون كره تمام وتستحق البطاقه الحمراء، فلازم ناخد نروح ده معيار البن هنا اشهر بطاقه صفراء، وده معيار تقدير انا اتفق معاه فيه، لانه جه في الدقيقه 61 وجات لعبه لمحمد شريف القدم كانت عاليه ووصلت يا كابتن محمد الى قبل القصبة بقليل جدا 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 تمام. ورغم هذا هو برضو اشهر بطاقة صفراء، وكان فعلا هذه اللعبة ترتقي الى البطاقة الحمراء. بس البعض بيطالب يا كابتن، يعني هو ضرب بدون كرة خلاص تنتحق على طول انذار احمر. تمام تنتحق انذار احمر. انا 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 طبقا للقانون تستحق بطاقة حمراء واللعب بقوة زايدة لمحمد شريف تستحق كمان بطاقة حمراء. فالنهارده حضرتك كابتن محمد لما يكون معيار تقدير الاخطاء حاجه بتحسب كده يا كابتن، لو انت اسيب لك لا ما اقصدش كده، لا معيار تقدير الاخطاء هو النهارده بيدير المباراه في مدرسه في التحكيم، ان هو النهارده بيدير المباراه بيسمح بالالتحام، فهو ممكن يكون اعتبر ان التحام محمد شريف ده التحام مش بقوه زايده، ده التحام بتهور، ورمضان صبحي وهو رايح رمضان صبحي لا يستحق الطرد، محمود البنا صحيح، محمود البنا صحيح، وقراره في محمد شريف ان هو انذار قرار مستحق جدا، مستحق طبعا طبقا للقانون. فانا بقول لحضرتك المعيار اللي كان بيدير محمود البنا بيه المباراه في تقدير الاخطاء الانضباطيه والاخطاء الفنيه معيار واحد، وبذلك جعل هناك قناعه كابتن محمد بقرارات محمود البنا، خاصه ان محمود البنا النهارده احتسب 28 مخالفه، وعنده بقى النهارده حاجه يمكن تكون جديده على محمود البنا، سمح بالالتحام زي ما بنشوف يا كابتن محمد في الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه، سمح بالالتحام. بيتكلم فيه من شويه كابتن احمد سامي المدير الفني الحقيقه لسموحه، وقال لك انا بطالب الحكام يعني يسيبوا الصفاره شويه في كل ما هو يبقى فاول، يعني اتمنى ان اللعب على طول مستمر. انا هضيف على كلام حضرتك جزئيه، النهارده لما بتشوف حكم قد مباراه هي بتقول لك ايه، انا ما احنا ما شعرناش بالحكم، ليه ما شعرناش بالحكم؟ تدخله كان قليل في الصفاره، او التدخل كان عند الضروره. ما دام التدخل عند الضروره طبقا للقانون، اعتقد ده بينجح في اداره المباراه وبيخلي في قناعه عند الاجهزه الفنيه وعند اللاعبين. انا هقف عند محمود البنا في حاجه صغيره جدا جدا جدا، اعتراض سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي على اعتراض سيد عبد الحفيظ والنقاش الطويل بين سيد عبد الحفيظ ومحمود البنا. انا شايف ان هو كمدير فني واسف كمدير كوره تمام، مش مسموح ان محمود البنا يشرح له الشرح الطويل اللي قاعد يشرحه له لما احنا رجعنا الحاله، لقينا ان في شرح طويل جدا من محمود البنا.